هذه النسخة للاستماع فقط. يا ما انتظر الفرح طابت الحانة نهدي جديد القوى في جذل معنا. يا ما انتظر فرحنا طابت الحانة نهدي جديد القوى في جذل معنا. يا زاعطها الفخر والعز ميدانة تخرجت والقصيد اليوم حيا. لاستديوهات أفراح العروسي هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدام الحقوق محفوظة. لاستديوهات أفراح العروسي للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021. يا مرقى انت الكريم اللي هالعالي يا مرقى.
جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة.